السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من أشطاري مع العطاري. موضوعنا اليوم غنسولو واش بالصح الرجل المغربي عينه زيغة. الناس طابو حجر، كاين الرجال اللي عينهم زيغين، كاين الرجال اللي لا، داكشي على حسب التربية ديال كل واحد وصافي. ميمكنش تحكم زعما على الرجالة كاملين عينهم زيغة ولا لا. فترت هاد اللباس ديال هاد العيالات راه واخا تكون مجوج كاين اللي ما يحترمكش، أو تكون غادي مع صاحبتك كاين اللي ما يحترمكش، فهمتي؟ واخا كتكون الغيره مع مارتك غادي كتقول لك علاش كتشوف لا دحت بكثره هذا اللباس بكثره التشوه اللي ولا كاين دابا. كاينين شي وحدين اللي داخلين سوق راسهم راضيين داكشي اللي قسم لهم الله، عنده صاحب جو ولا مرت ولا خطيب جو راضي بها، فهمتيني؟ وكاين اللي عينه واش في دوره، باغي وحده وباغي جوج وباغي ثلاثه وباغي حتى 10، يقدر يكون غادي معاك يبان لك عيني دا شي وحده لابسه شي حاجه. ورويني ورويتك اخويا. اذا هي السبب تاع الرجل زاغ؟ هي السبب، هي اللي كتبروفوكي الراجل، كتجبدو سي لو بروفوك سا فو دير كو هي اللي ما مزياناش. كاينه البنت اللي دايره 10 20 كل مره مع واحد، كلش عارف بلي الراجل المغربي كيبغي هادي وهادي وهادي وهادي، عينو زيغه سي صا، اللي في الارض ديالو واللي في السماء كلشي ديالو. بطبيعه الحال المجتمع المغربي انت كتشوف فاش كتشوف البنات غادي يمشي لباس ماشي هو هذاك، ضروري غادي تشوف واحد النظره، حتى هو غتبغي تميك ضروري كدير واحد النظره. يعني انت خطاف؟ كيفاش خطاف؟ خصني نعرف. كتخطف في الشوفات وهي سي نورمال. واحد المراه تخلي الزيغ وكيدخل للدار كيلقاها مصومه مقاده كيلقاها مرونه كيمشي للقهوه يريح. يعني السبب في المراه؟ في المراه عينو زيغه، ماشي هي ما مربيش ولا ما المهم ما مقتنعش بواحد الحاجه ما عرف شنو باغي وما واخدش وحده. وبالنسبه للانثى واش هي كاين اللي فيها عينه زيغه؟ كاينين بحال اي بنت تقدر تشوفها في الشارع. شنو اللي خلاها تكون عينها زيغه؟ لا ميم شوز، يعني ما باغاش حاجه وحده، ما باغاش راجل واحد. كيدوز امتحانات؟ اه ضروري كنعبر لي انا الطونسيون، مره كدير شي حاجه باش كتجربوا، فهمتيني؟ مثلا بحال مثلا صاحب شي هذا عطيها النما ديالو في الواتساب ونقول لها دخل دوي معاه، دخل دوي معاه صيفط لي التصويره شو واش يقول ليها، اجي هي تقول لي شنو كاين. ما عجنتي ما والو، ما نتعطلش انا في هذا الشيء. انا ديما تخوتو انا وياه، ولكن شوف الشوفه ديالو حد حد الباب. لا شوفه كيشوف كيتم غادي وكيشوف البنت، اش غنقول له انا؟ كيشوف كيقول لي شوفي هادي دايره هادي لابسه هادي لا كيشوف هو الراجل ديما كيشوف. بس رغم المراه ما كتشوفش، البنت اللي ما لابان لها واحد زوين ما تشوفوش. دابا اكثر يعني دابا مابقاش معقول ولا غا كيدورها ويدورها ويدورها. كنقولوا بالدارجه كيتشرش، ما عرفتش علاش كيحوم. اش كيدير؟ كيحوم راه يحومها. قبل على راجل عينه زيغه؟ انا ما عنديش مشكل، ما عنديش ما يشوف سقو هذاك. ويلي الهضره بزاف، اش غنقول لك؟ فيما شاف شي بنت كيبقى حال تاع عينك زيغه؟ واش غادي نقول لك؟ شويه كاينين تما الحيني وزيغات، كاينين اللي لا. وعلاش؟ تما من التربيه ومن المحيط وكيفاش تواليدي مرباوهم. وانت تقبلي على راجل يكون عينه زيغه؟ لا، شكون هادي اللي غتقبل عليها؟ لا لازم نلقى مع من بحال قلت شي كل فرده كتقلب على اللي كتشبه لها. اللي كلبس 38 خاصو 38 واش لحقوا 40؟ لا حتى هي خصها الراجل حتى هو لابس مزيان، يدخل يغسل يرقد يصوب يبرك ويلبس ويبدل ويرتاح وبدا حدانيت وريحو يخدموا كاسيط ولا هادي. ايوا اخبار فراسك؟ اخبار فراسك. دابا انت عينك زيغه، ورينا كيفاش غدير الزيوغيه ديالك. غندير ديك هكا وغنمي. كي غدير؟ غندير ديك هكا وغادي نزيد. عاودها؟ غندير ديك هكا وغنعاود نزيد. وتجربه عندك ها؟ شوف كلشي بيد الله، كاين البنات اللي كيتربوا كيكونوا والديهم خايبين وكيكونوا هما الكونتخيغ ديالهم، وكاين البنات اللي كيكونوا والولاد كذلك. لا حول ولا قوة الا بالله. لا الله يكبر بك الحاجة.